بقول. وتكملة للي احنا اتكلمناه على الاسبوع اللي فات الانيميا، ان ربع سكان العالم يعني 24.9% عندهم انيميا، يعني ربع سكان العالم عندهم انيميا. طب ايه الحاجات اللي ممكن تساعدنا على اني اكل حاجات تبقى تساعد على ان يضيع الانيميا، اللي هي حاجات فيها حديد. ايه الحاجات اللي فيها الحديد؟ البقول عموما، يعني اذا كان فاصوليا، لوبيا، حمص، كل الحاجات ديت من الحاجات اللي هي ممكن استعملها. مش كده وبس، مش بقول بس، ممكن استعمل خضره زي السبانخ بيبقى فيها نوع من انواع الحديد. الاهم من كده ان لما بيبقى عندي الحديد بحتاج ان انا اضيف عليه حاجه بسيطه من الاسد على اساس يظهر طعمه، او مش يظهر طعمه بس يخليه يساعد على الامتصاص اكتر. يعني ايه؟ يعني انا السبانخ هي اصلا في قلبها الحديد وفي قلبها الفيتامين سي، لكن لو مش موجود ممكن احنا بناخد الليمون ونضيفه عليهم، او الطماطم بيبقى موجودة فهنستعملها.